الرحيم. السلام عليكم. كما اتفقنا البارح على صفحة فيسبوك، اليوم راح نشوفوا طريقة لتخلي الناس اللي ما عندهاش إمكانيات باش تطبق على أوبن ستاك، أنها تحاول تستخدم ما هو متاح من طرف عمالقة تكنولوجيا مثل جوجل وآخره. أوكي، اليوم إن شاء الله راح نشوفه كيفية تثبيت أوبن ستاك، كيفية تثبيت أوبن ستاك تريليو. أوكي، تريليو ماشي أوبن ستاك باك ستاك على إنستانس جي كلاود. إنستانس جي كلاود. الوغ الحاجه الاولى كاينه زوج تاع لي الاساسيات، لازم حساب جيميل، وثاني لازم يكون عندك كارت فيزا ولا ماستر كارد، يا ولو فيها واحد اورو، ولو فيها واحد اورو لانهم يستعملوها من اجل التاكد من الشخص الذي يطلب هذا الخدمة. اوكي، ثم الناس اللي راهي عندهم كارت فيزا ولا ماستر كارت حتى تاع الجزائر ماهوش مشكل، يمكنهم انهم يتبعوا معنا هذه ويتبعوا معنا كيفيه الانشاء خطوه بخطوه، واللي ما عندهمش راح يشوفوا الطريقه وراح يتسجل ان شاء الله اللقاء ويشوفوا يمكن لهم يوم آخر يعودوا نفس الطريقة ويستفادوا من هذا الخصوصية اللي كاينة في جيميل. هلو، أول شيء راح نقوموا به راح يكون عندكم ندخلوا على كلاود بلاتفورم جوجل. cloud.google.com. اوكي، لو انتم بمجرد الدخول يعطيكم الامكانيه انكم تجربوا المنصه مجانا. جربوا المنصه مجانا، وش معناتها؟ معناتها انكم تستفادوا من $300 لمدة عام كامل، وانت حر واش دير بهذيك $300، اوكي. احنا راح نستفادوا من هذيك $300 من اجل انشاء جهاز محاكاة انستانس، هذاك انستانس، ونقوموا بتثبيت اوبن ستاك عليها. اوكي، واش راح نديروا؟ نروحوا جيت ستارتد فور فري. الناس اللي حضرت معانا كلاود ستدي جامب هذه اسبوع او اكثر راح تجيهم الحكايه اسهل، لانهم يقدروا يفهموا مباشرة. وراح نشوفوا لهنا لأنه يعطيكم $300 صالحة لمدة سنة كاملة. $300 صالحة لمدة سنة كاملة. هنا يجب قبول شروط المشاركة. ودي بالتيب مثلا انا بارتيكولي ولا ما يهمش، نديروا واش لازم لهنا. اوكي، من بعد تهودوا لتحت تصيبوا البايمنت،
البايمنت هنايا لازم دير لو شوا تاع الكارت فيزا. اوكي راح ندخل امثله وندير ديما غي لي سي غراتوي. اوكي هذه الحاله انا مضطر نلغي الشارينج. كل واحد من المفروض انه دخل معايا شاف واش لازم يدير العنوان. بالطبع المدينة وتدخلوا الفيزا كارت ولا ماستر كارت اللي عندكم من اجل الحصول على اول سنة مجانا. كما قلت لكم هذه راحين ياخذوا منها اقل من دولار للتثبت من الشخص. اوكي ويرجعوا لكم في نفس الوقت ما تطولش ويرجعوا لكم. الآن نرجعوا للمنصة وهنا يعني دخلت كل المعلومات اللازمة فيها ماستر كارد تو. وهنا راح يعطيكم يقوم بتحضير المنصة من أجلكم ويعطيكم ميساج كامل. أوكي وهنا انت حر من بعد واش راح يدير. هو دخلك ديريكتوم هنايا من اجل تشوف كامل الخدمات اللي يمكن تستفاد منها. اوكي انا هنايا راح اللي يهمني كاع في هذه راح نروح للبي الفاكتوراسيون بيلينج اول مره. دقيقه راح نرجع Preference. هنا راح تتأكد باللي 300 دولار راهي عندك. اوكي تتأكد باللي 300 دولار راهي عندك. رجعها بالانجليزية احسن. الخطوة الأولى اللي راح نقوم بها هي أن راحين نروحوا الكمبيوت انجين. احنا اللي يهمنا هنا كاع من التكنولوجيات المعروضة المحاكاة فيرتوال ماشين، ما يهمناش حاجة أخرى في هذا الحصة. يهمنا هذا الجانب اللي هو احنا ندخلوا فيرتوال انستانس. دقيقة راح نشوفه ناس. كان فيه أسئلة راح نشوفوها في البايمو أوتوماتيك. هذه
كاش اسكي يخلص العام؟ لا لا ما يخلصوا منك والو، عندك عام انت تشوف غير 300 دولار تاعك هذيك تاع السحاب اللي ما تكملش 300 دولار، اذا اكتملت تم يدخلوا في الفوتاره، قبلها ما في فوتاره، وعندك اي لحظه يمكن انك تلغي السيرفيس. عبد الحق راح نتسجل الحصة ويمكن تشوف من البداية كيفية الدخول هنا. هنا يا كمبيوتر is getting ready. هنا يا سابرون un peu de temps. استناو شوية. وهنا يا فيه أشياء اللي لازم تعرفوها بالنسبة جي كلاود. جي كلاود كي يعطيك فيرتوال ماشين، فيرتوال ماشين هذيك يحط عليها ايماجس واجدين، ايماجس واجدين، هذيك الايماجس كل واحده واش فيها. احنايا في الانستاليشن اذا نستناوها يوجد المنصه، بهذه الحاله كاين مشكل انه اذا قمت بانشاء فيرتوال ماشين مباشره راح يكري لك الفيرتوال ماشين، ينستالي لك الاوبريتنج سيستم. المشكل انه التخزين يكون فيه 10 جيجا، معناتها ان الفيرتوال ماشين في الديفولت نتاعها تكون فيها فقط 10 جيجا، لازم انت تزيد ديسك اخر. هذه الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية انه كامل الايماجز اللي فيها ما هيش مزودة بالنستد فيرتواليزيشن. وش معناتها؟ معناتها اذا قمت بانشاء VM مباشرة ودخلت للVM وراح تانستالي فيها أي جهاز أي برنامج محاكاة مثلا فيرتوال بوكس ولا KVM ولا فيرت مانجر، هنا المشكل أنه ما راحش يقبل، يقول لك باللي الجهاز غير ممكن تكون فيه فيرتواليزيشن، غير ممكن يكون فيه virtualization. في هذه الحالة لازم إنشاء إيميج جديدة اللي يكون فيه هذا الفونكسيونال، إنشاء إيميج جديد يكون اللي هنا، لخاطرش نتايا الإيميجز اللي يكون في الأول هو إيميجز by default. شوف CentOS 7 8 CoreOS في حتى ويندوز في عدة operating system. هنايا هادو المشكل تاعهم، حتى واحد فيهم ما يقبل المحاكاة. في ام اكس في الكارنال ماهيش اكتيفيت باي ديفولت. الحاجه الاولى اللي راح نستعملو فيها راح نستعملو جوجل كونسول. اوكي جوجل كونسول لهنايا، هاي لهنايا جست قدام الهدية اللي هي فري تريال. كونتينيو هذه تاخذ وقت في اول استعمال الجوجل شيت،
جوجل كونسول، وهنا لازم واش نعملو، لازم نكريو ديسك خاص بينه. اول شيء لازم نكريو ديسك على اوبريتين سيستم اللي نحبوه، اوكي اوبريتين سيستم اللي نحبوه. من بعد عاد ننشئ الايماج تاعنا، عاد ننشئ الايماج تاعنا. انا جبت شيء واجد اللي هو جي كلاود كومبيوت ديسك كرييت، اسم الديسك ايماج بروجكت، مين راح نجيبو هالايماج، البروجكت اللي فيه الايماجز اسمه جي سي او يو اف اي ايماجز. هذه ما المفروض الناس اللي تشتغل على جوجل كلاود بلاتفورم عندها علم بهذه، لكن هنا اذا كنت مبتدئ هذه تؤخذ كما هي، اذا كنت مبتدئ تؤخذ كما هي. وفي هذه الحاله راح ندو فاميلي نتاع الايماج هو سنتوس 7 من الجهه تاعنا، ومن بعد ناخذ الزون وراح نحطه الديسك، التيب تاع الديسك persistent disk SSD. كان اللي حب ما يخدمش بال persistent disk ماشي مشكل، يبدل هنا يديروا persistent disk standard ولا local SSD، عندكم الاختيار. وهنا الديسك هو فيه نعطيه 20 جيجا، اوكي 20 جيجا. شيء ثاني اختيار هذه مثلا، هذه يوروب ويست 3 سي، هذه فرانكفورت، اوكي هذه فرانكفورت، انا اختاريت فرانكفورت، لكن هناك عده مناطق اللي تستعملوا فيها. خذوا حذركم انه الناس كاين اللي يتصوروا انه اذا اخذنا مثلا في الولايات المتحده ولا يو اس اي تكون اكثر احسن جوده، بالطبع تكون احسن جوده، لكن فيه بعض الزون اصلا تبدي تمد الديسك بدايه من 300 جيجا، معناتها انتايا ما تقدرش تكري فيها، ما تقدرش تنشئ فيها ديسك نتاع 20 جيجا، لازم تولي في نفس لا زون اللي هي يو اس اي سنترال ولا ويست ولا تخير، وتشوف اللي تقبل انه نكريو فيها دي ديسك صغار. اوكي هذه الحاجه الاولى اللي لازم نكريوها، لازم نكريو الديسك. هذه اجباريه، هذا الباساج اللي هنايا اجباري، اذا ما درتوش راح تنشئ الفيرتوال ماشين تاعك، لكن المشكل انه ما فيش محاكاه، ما فيش فيرتواليزيشن. اوكي انا نمشي نتاكد هنايا باللي الديسك نتاعي جا، راح نشوفها في الانترفاس. هاو الديسك نتاعي SSD persistent disk 20 جيجا بايت يوروب ويست 3 نون يوزد باي، حتى واحد ما يتوليزي. اوكي هذا الديسك علاش درت له ايماج؟ لانه نوجدو باش يمكن يوم خداخل نولي نستعمله دائما، نستعمله دائما. ملاحظة ثانية انه الديسك اللي استعملناه في الفاميلي اللي استعملناها لانشاء هذا الديسك اصلا تحتاج 10 جيجا فقط، انا درت 20 جيجا. هنا من بعد راح نكريو الايماج، اوكي سيستم اللي فيه الفيرتواليزيشن انابلت، اللي فيه الفيرتواليزيشن انابلت. وفي هذه الحاله لازم نمر دائما بالكلاود كونسول. اوكي هنا ورايحين نكريو ايماج جديده سميتها ديمو
اوبن ستاك اوكي من الديسك سورس ديسك هو الديسك نتاعنا اللي كريناه لهنايا اللي كريناه في البدايه من بعد سورس ديسك ايماج زون بليتو وين راح نحطوا هذا لو ديسك المنطقه هي من الاحسن انك تحطوه في يوروب لانه بحكم انه المنطقه قريبه لنا وحنا نتعاملوا معها من الجزائر حتى يكون الاكسس ولازم نزيدوا لها انيبل لا ليسونس هذه عند جوجل تسمى اون ليسونس دو فيرتواليزاسيون ماتيريال نزيدوها لهذا ليماج اوكي نزيدوها لهذا ليماج واش درنا كرينا ليماج الديسك من بعد واش درنا كرينا اون ايماج لي فيها لا فيرتواليزاسيون اكتيف فيها لا فيرتواليزاسيون اكتيف اوكي هي وهنا نروح ندير ريفرش هاي الليماج تاعنا راهي في طور الانشاء نخلوها هنا هي ينشئ هاد الايماج احنا كي يكمل الانشاء نتاعها نروحو للفي ام انستانس علاش باش نكريو الفي ام نتاعنا هنايا رايحين نكريو كرييت في ام انستانس ولا انشاء انشاء ال الماشين جديده وغنا خذتنا شويه وقت نزيدو نتاكدوا باللي الايماج مازال طول انشاء ولا انشائها راهي توجور طول انشاء الان اذا درنا ريفرش راح تكون انشأت ويمكن استعمالها من الآن اوكي وش معناتها الايماج نتاعنا اللي راهي اللي حضرناها الان هي ايماج تقبل الفيرتواليزيشن هي ايماج تقبل الفيرتواليزيشن نعاودو دوكا نجيو نروحو البروجيكت تاعنا ونكريو الانستانس نسميوها بار اكزومبل اوبن ستاك اوكي مهم كتير انه الفي ام تكون في نفس المنطقه مع الديسك ماهوش ممنوع لكن من اجل بيرفورمانس لازم تكون معها في نفس فرانكفورت شيء ثاني هنايا تجيو تاخذوا التومبليت ولا ريسورسز تاع لا ماشين هو باي ديفولت يعطيكم سي بي واحد وتقريب 4 جيجا اذا فتحتوا هذه راح تشوفوا العجب اذا ما تكبروش كرشكم بزاف لانه فيه ليميتيشن على التريال فيرسن بالرغم انه فيها ليميتيشن الا انه تقدروا بهذه تنشئوا ماشين فيرتويال فيها 16 بروسيسور و 104 جيجا بايت معناتها ولا في الأحلام شيء ثاني مجانا راح ناخذ شيء ثاني هنا في سي بي بلاتفورم لازم نستعملوا سكاي لايك عند هذه عندها علاقه بالجوجل كلاود بلاتفورم دخلوا الفي ام اكس ولا انيبل في ام اكس فيرتواليزيشن في انستانس بدايه من هاي سكول احنا نديو اخر جي بي احنا ما يهمناش اوكي
راح نزيدو دركا وين نروحو نروحو هاد ال... هنايا تكون عندنا اختيار الايماجز. هنا في اختيار الايماجز تاخذ حذرك لانه لازم تستعمل الايماجز اللي انشاتها انت اللي فيها لا فيرتواليزيشن متوفره. هاي تاخذنا شويه وقت. هنايا احنا نروحوا الكوستم ايماج ونروحوا البروجي تاعنا ماي فيرست بروجيكت. واحد يقدر يغيره في الـ في البارامترز. ولا هنايا ناخذوا هنا تاخذوا لازم تاخذ مثلا اذا درت 10 جيجا هنايا ما راحش ياخذها لانه الديسك اصلا هذا تنشأ على 20 جيجا تماما. اقل شيء راح يكون 20 جيجا. ونعمل سيلكت نعاود كاستمر ايماج كاستم ايماجز. هنا في البروجيكت تاعك اذا ما صبش ايماج معناتها انك مرحله انشاء ايماجز ما فوتش بها لازم تعاودها. هنايا نوع الديسك اس اس دي بيرسيستنت واعمل سيلكت. اوكي لحد الان كل شيء ماشي. هنا نعمل الاو على ال HTTP traffic HTTPS. هذا شيء اخر سكوب اكسس خاص بجي كلاود ما يهمناش. والان واحد يروح لهذا البارتي هذه فيها اشياء مهمه. الشيء الاول انك رايح تحط هنا باي يوزر رايح تستعمل هاد الماشين. انا مثلا راح نستعملها ببويدر. روح نجيب البيبليك كاي تاعي داكوغ نجيب البيبليك كاي تاعي ونحطه لهنا. هو مباشرة راح يقراه وهذا هو اليوزرز اللي رايح يستعمله. هو اعطاني بويدا معناتها انا المشين تاعي ولا الانستنس تاعي راح ندخلها من بعد على باستعمال اليوزر بويدا. ولحد الان قلت لكم باللي من الخصوصيات تاع جي كلاود انه يعطيك 10 جيجا في ديفولت ستوريج نتاع الاوبريتنج سيستم. هنا لازم نزيدو ديسك اللي احنا من بعد لازم نهيئه باش يكون فيه الانستاليشن تاعنا. اوكي سميه ديسك ا ولا نسميه اوبن ستاك 2. اوكي persistent disk ssd شيء ثاني لازم واحد يقدر يدلو ديليت ديسك لهنايا. اوكي هذه واش معناتها هذا الديسك اذا انت بسكي لازم تاخذوا حذركم في هذيك 300 دولار اذا كان عندك انستنس راهم يحسبوا لك. اذا الانستنس حذفتها معناتها السولد اللي راهو عندك يقعد لك كيما راهو. إذا ما استعملتش ريسورس من جوجل كلاود بلاتفورم 300 دولار ما يتمشولكش فيها. كان عندك 250 يقعد لك 250 وهي ماشية.
ثم اذا خليتها كديسك ريسورس قادر تمحيها انت ما عندك اي انستانس صح، وما يقدروا يحسبوا لك على الديسك اللي راك مريزيرفي على الديسك اللي تم انشاؤه لهنا. راح نديرو 200 جيجا اوكي دون. الشيء الثاني اللي راح نديرو تانيك هو نتورك. هذه مهمة كتير لأنه النتورك باي ديفولت يجي فيه private network اللي يكون access فيه غير من جوجل كلاود. احنا هنا راح نديرو modification هنا خليه هنا subnet باي ديفولت. اللي يهمنا هو الاكسترنال اي بي. هنا راح ندير كرييت اي بي سميها مثلا اوبن ستاك ما يهمش. روك ريزر هنا يدير لك ريزرفيشن على الاي بي ادرس. هنا يعطيك اي بي ادرس بيبليك اي دي تسمى معناتها من الماشين نتاعي الحالية لازم نعمل SSH على هذا الIP على هذا الIP. معناتها أنا من بعد إذا حاولت ندخل روح ندير SSH بويدا أروباز 35 234 80 99 وندخل بالSSH من غير باسورد لأني نستعمل الكي البيبليك كي نتاع لاني استعمل البيبليك كي نتاع هذا حتى لهنا. هادو هما كامل اللي واش لازم نديرو. نعاودو رابيدمون الاسم اوبليغاتوار ريجن وين تحطه. قلنا من الاحسن يتحط مع الريجن اللي فيها الديسك اللي كريته الايماج اوكي. هنا تاخذ 16 سي بي و 104 جيجا بايت. ما تقدروش تفوتوا بالتريال فري تريال 24 سي بي. ما تقدروش تفوتوا 24 سي بي ثم 16 سي بي ديجا حاجه كبيره وعندكم 100 جيجا. هنايا في البوت ديسك لازم تستعملوا الديسك اللي فيه virtualization enabled اللي فيه virtualization enabled. وراكم تشوفوا هنا تحت الطريقة اللي لازم تنشأ بها انت ديسك فيه virtualization enabled. في هذه الحالة نروح تاني. الشيء التاني لازم نزيد نكري نتورك نزيد ان ديسك وفي السيكوريتي نحط البيبليك كي نتاعي البيبليك كي اللي بيه نستعمله لانه ما فيش مود باس باي ديفولت. ونعمل كرييت. هنا راح تاخذ وقت باش تعمل كرييت اوكي. احنا دوكا هذا ما يهمناش. نعاود نشير الشيء باللي البونوس اللي يعطيوه لك جوجل في جوجل كلاود بلاتفورم يقعدوا ينقصوا لك منه الا اذا استهلكت ريسورس اوكي. انا نشوف هذه ناخذها هنايا اوكي. ورايح ندخل على دي جيجا زايده نادر ما يهمش عندهم الخير جوجل.
هنا واش راح نديرو اساساج اذا دقيقه نعمل معكم ونحط الاي بي ادريس نتاعي كاس فينغربرينت تاع الماشين وهنا ندخل مباشره الان راكم في الماشين نتاكدوا باللي عطاونا 100 جيجا ماشي غير هفونا عندكم توتال 100 جيجا معناتها كاع في البرومو تاعك لمو كاع لي لابتوب لحقتو لهادي راكم حيه كبيره الوغ لهنايا حتى سواب ما كانش ها تحشم كاع دير سواب انت كي كان عندك 100 جيجا دو ميموار الوغ هنايا درك نروحو الاشياء اللي فارضينهم جيميل جوجل كلاود لازم حنايا نغيرهم لانه مفروض علينا نغيرهم باش نانستاليو اوبن ستاك اوكي مفروض علينا نغيرهم باش نستعملو كيما حنايا الاكسس للروت يكون بسيدو اس او تولي روت اوكي رغم المشكل انه دوك ندير نغير له باسكو مانيش عارف باسورد ندير له باسورد جديد اوكي ونخرج يعني حاب ندخل بالاساساش على لا ماشين بالروت لوكال هوست راني فيها غير باش تاكد باللي تخدم لي اديستونس ثاني يس بيرميسيون دنلاين معناتها الروت ما عندوش الحق باش يدخل باساساش وهذه في الانستاليشن تاع الاوبن ستاك 3 وبانسيبل لازم تكون كاينه وتكون كاينه ومن غير مود باس معناتها بالكيس في هذه الحاله لازم ندخلوا ونبدلوا هذا اللي بارامتر اللي حطوهم لنا هما ف راح نشوفوا كاين اما اظن سؤال الله يخليكم الجماعه اللي راهم دايرين فيديو يحبسوا الوغ بيرميتروس صح محمد بيرميتيوس اس 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 كونفيغ وكاين حاجه ثانيه محمد انه مانعين الاكسس للروت ولا لاي يوزر بالباسورد لازم الكيس لازم نرجعوا الباسورد في هذه الحاله راحين نبدلو اليوزرز في الكونفيغ تاع اس اس اش SSHD اوت بيرميت يس بارك الله فيك محمد اوت بيرميت واس هادي هنا راح نحوسوا مباشره على روت بيرميت وهو اللي هنايا راهو عندنا ناو ثم هذا لازم يكون يس دائما نقولوا حنايا ما نحيوش حاجه مباشرة نحيو ونديرو حاجة تاعنا نعاودو نحوسو على كلمة باسورد كاين باسورد اوثنتيفيكيشن يس و باسورد اوثنتيفيكيشن نو حنا هادي نحيوها ونريدو باسورد اوثنتيفيكيشن يس ما كانت دونجورو انت راك تعرفها ما كانش حاجه دونجي هذه راهي اون لوكال هذه داكور هذه راهي اون لوكال ديروا انستالاسيون دي انستاليو كلش نعاودو نرجعو كلشي ماشي مشكل انا قادر نبلع على الناس لي بور وما كاش اللي يقدر يدخل اوكا سيستم سي تي ان ريستارت
ساش دي خرجوا منه ونعاودو نديرو الروت باش نتاكدو بلي راهي تمشي. اوكي هاد الموديفيكاسيون الاولى راحت مشات لنا. اوكي الوغ سودو انا راح نوتيليزي سودو لهنايا. اذا شفيتو راح نشوفو ديجا حنايا الاس بي ال كا غادي نشوف لي ديسك اللي راهم عندي ديجا. لي ديسك اللي راهم عندي بار ديفو هو ديسك اس دي ا وفي 20 جيجا. شوف 20 جيجا هو يكونسومي منها غير 9 جيجا اوبليغاتوار. بصح حنايا بور لانستالاسيون تاع اوبن ستاك مينيموم 200 جيجا مينيموم. تما هنا خاصنا واحد المانيبيلاسيون. مانيش رايح ندير مانيبيلاسيون افونسي تاع جي كلاود باش نتوما ما تحملوش فيها. رايح نديرو حاجه سهله مالغريكو كاين اللي راح تبان لهم واعره مي ها هو الديسك تاعنا الزاوج راح نوتيليزيوه. حنايا غير باش تعرفوا تريلو تريبليو كيك ستارت الرابيد هذاك كيما باك ستاك كاع الخدمه تاعها تكون في سلاش هوم مباشرة. نتمنى اللي يهمني لازم سلاش هوم يكون فيه بزاف لي سباس والكاش كي يكون يتيليشارجي فلو نيسيسير لو كاش. هادو زوج لازم يكون فيهم بزاف لي سباس. تما هادو لازم نخرجهم دي بارتيسيون واحدة. الوغ انا عندي الديسك نتاعي راهو خاوي لهنايا. واش رايح ندير؟ رايح نبارتيسيوني سلاش داب في دي بي اس db. اوكي هنايا نيو هذا ما الى قدير عندك واش دير جي ديسك ما خصهاش تفلسف هذه جي ديسك يس من البداية حتى التالي ادي كل شيء. هنايا غادي نديره دو تيب ال في ام خاطش باش اونسي جامي مخد اخر ولا نشوف باللي الديسك ما على باليش شحال راح ياكل اكزاكتومون ولكن نزيد انا بزاف لي في ام راح نستحق بزاف في الاسباس يكون عندي انفليكسيبيليتي. ندير هاد لا اف ديسك تخدم مع ام بي ار بزاف جي ديسك بور افواغ دي بارتيسيون جي بي تي من هنا وجاي يخدموا بزاف جي ديسك سورتو سور لي غرون فوليوم. داكوغ من بعد نسوفغاردي ونخرج. هاي بار ديفو ما ينستاليو الناس لي زوتي ال في ام نانستاليهم. غادي نانستالي في الطريق و باتش كومبليشن باش نستحقهم ديجا موان ايكغيك راه انستاليت ال في ام لاخاطش راح نكري دي بارتيسيون ال في ام ما راحش ندير دي بارتيسيون ستاندار راح نوتيليزي دي بارتيسيون ال في ام. حتى جوجل راه عندهم دعوه ناقصه في كونيكسيون هاي قاعد يتاكلوا مساكن الجيري تيليكوم. الوغ محمد باتش كومبليشن باش يولي يخدم لي كامل نخدم الطابيلاسيون فلا كوموند طابيلاسيون فلوبسيون والطابيلاسيون فلارغيمون تما نطابيلي كلش داكور. بكري كنا نطابيلي غير لا كوموند ولارغيمون لوبسيون تكتبها تدبر عليها. بصح افيك باتش كومبليشن حتى لا كوموند وي حتى لا كوموند وي ويدخلها لك داكور. الوغ واش راح نديرو دركا؟ رايحين نكرييو ال ان ال في بي في اس باش نشوفو ديجا واش عندكم فوليوم فيزيك باش ال في ام. بعد ندير بي في كرييت سي سامبل ما فيهمش حاجة كبيرة سلاش في اس دي بي اللي كريناها دركا صحيح ماشي حاجة كبيرة. ال في جي كرييت لو جروب دو فوليوم نسميوه داتا
ونعطيوه لا ديرنيير. خاطش هنا قبل لا ندير هذه قادر دوك ندير بي في اس، غادي يروح لي يخرج لي باللي هذا سي ستان ديسك اللي راه واجد باش يكون في لافامي ال في ام ولا في دون زان جروبمون ال في ام، يكون نستعملوه في في جي جروب. في جي كرييت سميوه داتا الاسم نتاعو ونيتيليزيو اس دي بي. اوكي دوك واش رايحين نديرو؟ كرينا دوك نديرو ال في كرييت نكرييو. واش قلنا؟ قلنا خاصنا حاجه يسموها هوم، خاش با نديرو فيها سلاش هوم. اوكي نعطيوه 100 جيجا ديسباس من داتا. اوكي هاد لو ديسك نتاعكم اوتوماتيكمون راهو عندكم في سلاش ديف داتا، وهنا تلقاو لو ديسك نتاعكم ماهوش كيما لي ديسك نورمال. نعاودو نكرييو ان اوتر ال في كرييت اللي فيه الكاش موان ام كاش ال، نعطيوه 20 جيجا ماشي حاجه كبيره، ويبقى لنا الخير اون بلوس في الداتا. وهنا نقدر ندير ال في اس نشوف لي ديسك اللي كريت كاش. في جي اس تعطيكم لمحه على واش راه باقي لك اسباس اللي استعملته واللي راهو باقي، راهو باقي لنا فري 80 جيجا. معناتها حتى وكان نشوف واحد من هاد لي ديسك، الديسك الاول ولا الديسك الثاني اعمر ولا امتلأ، واش راح ندير؟ راح نزيد له في السايز. اوكي دروك واش راح ندير؟ لازم كيما نقولوا بالدارجه تاعنا فورماتي ميك فايل سيستم، فايل سيستم اكس اف اس سلاش ديف. ما تنسوش باللي قلنا راه في الداتا كاين في الاولى هوم، والزاوج هو كاش. اوكي الغرام عندنا زوج، لازم دروك الكونتوني تاع هوم باسكو الهوم ديجا راهو يوتيليزي، ما غاش ندخلوا في هاد الديتاي. الهوم الهوم ديجا راهو مستعمل وراهو في الديسك برينسيبال الاول. حنا راح نجيبوا الكونتوني تاعو ونعملوا له ماونت. باش نعملوا الماونت نتاعنا راح نكرييو temporary folder هاو، وراح نكريو خد اخر نسميوه كاش. اوكي دونك انفا انا واش راح ندير؟ سي بي موا افي لو كونتوني كاع تاع المحتوى تاع هوم نديه بالامانتي هوم، والمحتوى تاع كاش نحطو في الامانتي كاش. اوكي وكنشوفو لي بارتيسيون اللي راهم عندي مستعملهم السيستم دركا، راهو مستعمل دو ديسك، واحد فيه لا راسين واحد فيه سلاش بوت سلاش هي في تاع ديماراج، واحد فيه الروت بارتيشن وواحد فيه والاخر ما يهموناش حنايا دركا. احنا لازم دروك نشوفو هنا سلاش هوم زياده وسلاش فار سلاش كاش، هادو لازم نغيرهم في سلاش او تي سي اف اس ستار. واش ندخل ندير؟ محمد جراو هنايا في جوجل كلاود قادر عندها مراحل اخرين. اوكي عندها مراحل اخرين مانيش حاب ندخل فيهم، خاطش هذيك لازم حتى نشرحوا واش كاين في جي كلاود ونشرحوا واش لازم تدير في لينكس. راح نديروا حاجه اللي منها نستفادوا زوج صوالح مع بعض في هنايا، بيسك اصلا
والناس ما يعرفوش ال في ام اللي هي اصلا كاينه في اوبن ستاك راح يدي فكره. هذا ما كان الغرض محمد. راح نديرو زوج تاع لي هذا نديرو سلاش هوم سلاش ديف سلاش داتا سلاش هوم. هذا نحطوه في هوم وهذا سلاش ديف سلاش داتا سلاش كاش. هذا نحطوه في سلاش بار سلاش كاش. اوكي هنا راح نعمل ريبوت على الماشين. اوكي حل ما تطلع هذا الماشين راح نعاودو نتصلو ندخلو عليها ونكملو الكونفيجريشن اللي لازم تكون بالنسبة للأوبن ستاك. لا لا ما نقدرش نديرو ماونت با مو ا بوسك راه عندنا ديجا لا بارتيسيون سلاش هوم راك تخدم بها ديجا. الحين نشوف فايل واش ما جابوش بروفايل ما جابوش سي بي. تمام تي هوم هوم بس شدرت امنتي هون هون
Monsieur Bond, je vais régler le problème. Treasure preserve. Des dégâts. Alors, c'est bon. En tant qu'utilisateur, maintenant, si je veux la machine, je fais la virtualisation. Tu acceptes la virtualisation. Tu acceptes la virtualisation ou la matrice. Grab VMX slash proc slash CPU. وهنا عندكم بزاف لي في ام اكس ما ديجا اون بو كونتي لو نومبر دو بروسيسور كنا عندنا هنا حسبنا شحال من بروسيسور عطينا 16 بروسيسور اوكي دونك رايحين ندير جبت لي فيشي بروفايل تاعو اللي كانوا قبل هذا ما كان كنت مصوب غارديهم ديجا ثم ما وش عندي بروبلم ف دوكا لازم انستالي كاع لي زوتي دو فيرتواليزاسيون بوسيبل اوكي لي زوتي دو فيرتواليزاسيون اللي نخدموا بهم الوغ كي في ام كي بي ايماجيس فيرت ماناجر ماشي اوبليجي لانه اصلا احنا رانا امود تاكس هذه ما تهمنيش وصيب كونفيرم نروح لهنايا هذا كامل رانا نحضرو غير رانا نحضرو ف الانستالاسيون تاع نتاع لا ماشين باش نقدروا انستاليو فيها اوبن ستاك
بارك الله فيك محمد. هذه نادر غير على باش نوليو لو بروبليم اللي صرا لنا وكاش حلينا. حنا ديجا قبل لو كونتوني تاع سلاش هوم بويدا كنا كوبيناه ديجا. اوكي كي كوبيناه كانت عندنا منها ان كوبي، عاود كي كوبيت من جديد ما فتش لي فيشي كامل لي فيشي، عاود جبتهم من جديد. هذا ما كان الوغ بعدي الشو اوكي الكوش راح نديرو، راح نشوفو اسكو سيدو سيستم ctl status libvirt واش طالع. هذا لازم نطلعو enable هذا نديماريه ونديره يديماري مع السيستم. اوكي نديماريه ونديره باللي يديماري مع السيستم سي بون. هاد لا بارتي دركا في الانستالاسيون تاع تريبليو ويستعملوا اونسيبل اوتوميشن. في الاوتوميشن لازم راح نستعملوا بويدا اليوزر بويدا لازم يكون عندها اكسي للروت من غير مود باس بال بيبليك كاي تاعو. الحاجه الاولى اللي راح نديروها راح نجينيريو لي كلي، هذا اللي شفناه في جماعه اللي شافوا معنا لا فورماسيون تاع لينكس كاش ناكسيديو لين ماشين. من بعد ندير اس اس اش كوبي اي دي روت لا ماشين واسمها اوبن ستاك. Yes, c'est la première fois où il nous demande et la dernière fois où il nous demande le mot de passe. Quand notre holder K on m'ajoute en tant que OpenStack, en tant qu'utilisateur, tu t'entres root bla me demander le mot de passe. D'accord, t'entres root bla me demander le mot de passe. Hadi hnaya c'est une hadi obligation ta أونسيبل، أوبليغاسيون تاع أونسيبل لازم تكون كاينة. وهادي سي بون نعاودو نتأكدو من الهوم راه عندنا فيه براتيكمو 100 جيجا والكاش راهو فيه تاني هو 20 جيجا. هادو اللي جينيرالمون راح نستعملوهم في الانستالاسيون تاع open start. الحاجة الزوجة اللي لازم تكون كاينة تاني معليش تقدرو نديروها ديريكتومون host name لازم يكون qualified name. qualified name معناها مش machine dot domain وهو اصلا راهم كاليفينه جوجل. داكور هو اصلا مكاليفي من عند جوجل. الواحد اللي حب يشوف لا ماشين تاع عند جوجل اسمها هو الاسم نتاعها. انا هذا لازم يكون الاسم تاع لا ماشين تاعي. وفي هذه نستعملوا هوست نيم سي تي ال سيت هوست نيم ونوتيليزي الاسم نتاع. اذا استريزيت هوست نيم راح يجيب لي ولا عرفت غير لا ماشين سي اوبن ستاك. اذا حبيت نعرف غير لا ماشين سي اوبن ستاك. اوكي دونك هادي شيء ثاني لازم يكون عندك. دونك يفوغ كامل هاد البروروكي راهو عندك. واش لازم تيليشارجي تريبليو كيك ستارت سكريبت. اوكي هاد لو سكريبت جاي في row github contain openstack tripleo openstack master نجيبو هاد لو فيشي. اوكي هذا لو فيشي اللي لازم يكون عندك.
le fichier qui va installer le alors une fois jebta wesh lazem dir lazem déjà définir deux variables d'environnement tahtajhom ntaya lazem dert dega جبتها بالروت لازم يجيبوه باليوزر العادي الانستالاسيون تصرا باليوزر العادي ردوا بالكم الانستالاسيون تصرا باليوزر عادي هذيك لا كوبي اللي درناها قبيلات Alors, une fois que j'ai vu ça, déclarer deux variables d'environnement. Il faut qu'il y ait un de l'utilisateur. Je vais les dire directement dans le batch RC. Ou il peut les définir d'une façon temporaire directement dans la ligne de commande. Il peut les déclarer. C'est ce que j'ai vu le host name. C'est ce que j'ai وهذه هي الباك اند نتاع تيب دو نتورك اللي غادي نوتيليزيوها باسكو لا ماشين غادي تيتيزي فير بير 0 داكور هذه هضرنا عليها غادي نشوف غير حاجه غادي نوتيليزي هذا OK. Alors, une fois vous avez installé hadouk les variables, on doit sourcer le fichier باش يجيب هذوك لي variables puisque les variables actuellement ماهمش ديفيني. Vert host خاويه لازم نسورسيو le fichier تاعنا. En tout cas, on a trouvé la machine par le nom de la machine. Une fois que les dépendances sont créées, il faut que vous dire en utilisant batch, utiliser les dépendances de triple. OK? Utiliser les dépendances de triple. Alors, il y a un راح يكون عندكم بروبليم تاع كونيكسيون ولا باسكو اوني سو لا بلاتفورم تاع جوجل با دو بروبليم دو كونيكسيون اون فوا كملنا واش نروحو نديرو نروحو نديرو لانستالاسيون الوغ لانستالاسيون لهنايا نبريباري لا كوموند نتوضو نكمل C'est bon. Alors, il y a la commande. Je vais installer le master. Ou je vais installer la machine qui est déclarée dans la virtual host. Le master a le choix de la version de OpenStack qui est créée. Je vais créer la version récente. Ou le واحد قدر يدي carrément هنا Steam par exemple. Ou la Kane. Ou la. Les deux. ما تيتيليزيوهمش علاش درتهم ديستروم اكسبري باسكو نتوما كان تلونسيو الانستالاسيون هكذا لا قدر الله يصرا ان بروبليم هاك ولا هكذا واش لازم لازم تعاود الانستالاسيون كي تعاود الانستالاسيون بلا ما كوموند تشوف العجب ثم واش لازم لازم تنحي
كاع لي انستالاسيون اللي كانوا من جديد وتبدي اون انستالاسيون جديده، هذه موان اكس اي موان بي نوتيليزيوها فقط اذا كان عندنا اون انستالاسيون في اون ماشين بليتو في اذا كان عندنا انستالاسيون في ماشين درنا فيها انستالاسيون من قبل جديده ديريكتومون موان ار موان ماستر. وهنا راح يبدي يدير لو نيسيسار وراح نشوفوا باللي يفا تيليشارجي دوك نشوفوها كيلكو باغ الانستالاسيون تاع اونسيبل ومن بعد تولي تشوف كو اونسيبل. خليونا نشوفوا حنايا هو راهو يخدم وميم طون ناكسيديو لا ماشين من جهه واحده اخرى. SSH باش نوريكم اكزاكتومون واش راهو باش ما تسناوش غير هكذا راهو انستالي ماكش عارف هاي اونسيبل كونفيغ تمبليت واحد او موان يكون عنده اون ايدي على واش راهو يدير في السيستم. الوغ اذا روماركيتو حنا قبيلات فيهم واش كان كاين غير بويده جسكا بريزون راهو كاين غير بويده مازال ما بداش انستالي. هو الانستالاسيون يديرها بان يوتيليزاتور يسموه ستاك هو اللي راح يحطو فلي ماشين داكو فلي ماشين. الوغ هنايا خليوه دروك انستالي و ميم طون راح نشوفو لا ديفيرونس بين ان انستالاسيون باك ستاك و انستالاسيون فيها تريبليو غير باش بوغ لا ديفينيسيون تريبليو سي جوست لابريفياسيون تاع اوبن ستاك اون اوبن ستاك او اوبن ستاك اون اوبن ستاك باش تشوفوا على سماوه تريبليو. هكذا سي بون راهو بدا بيسك بدا درك واحد شويه راح يكري لنا ان يوتيليزاتور وهذا هو ليتيزاتور تكريا. دوكا نمشي لهنايا ندخل له سيدي هوم ستاك وهنا كاع الخدمه غادي تصرى لهنا دوكا لي ماشين كلشي يبعثهم لهنايا ويخدم من لهنا. واحد اللي حاب يقول لي وهاد لي زيماج هاد لي تريك مين راه يجيبهم هادو راه يجيبهم من هاوم بويده سيدي بوان هاي لا بارتي اوبن ستاك اللي عندكم. واحد اللي راهو حاب يعرف واش راهو يصرا في اوبن ستاك مي راه يجيب لي هاد الانستالاسيون راهي في هاد لو فيش في هاد لو ريبرتوار في لو ريبرتوار تاع بويدا ماهوش في لو ريبرتوار نتاع ستاك اللي ستاك دايرينه باغ. هنا راح نشوفوا باللي يجيب لي ماشين هنا يحط لي ماشين انستالاسيون اونسيبل محمد انستالاسيون فول اونسيبل ثم واحد عنده ان باك جراوند اونسيبل ديجا وكان يحب يترابل شوتي حاجه سهله بالنسبه لي. اوكي باش نشوفوا الناس اللي كانوا هنايا هاد الاحمر غير باش ما تخلعوش بس كاين واحد اللي يشوف الاحمر يقول باللي الدعوه سي بوناي تروسيت هادي سي اونسيبل واش راه يحوس على ليماج ما صابهاش درك واش يروح يدير انيوري وراح يجيب ليماج تما واش تشوف نتايا واش راهو يدير راح تشوفه لهنا هما لي كومبيوت كونترول ومن بعد تحب يزيد نتورك وعنده هنايا لي ماشين اللي راه يجي فيهم اندر كلاود. اندر كلاود هي لا ماشين ديريكتور اللي يصرى منها الانستالاسيون نخليوها تانستالي وميم طون يزيدنا صوالح اخرين وانا نروح نكسبليكي لكم لو شيما دانستالاسيون اللي راهو كاين. اوكي كاش راهم يخدموا لهنا اكزاكتوم. الوغ ديروا في بالكم باللي حنايا لهنايا عندنا اون بارتي
دانستالاسيون هذه اللي هنايا هذه سموها اندر اوبس اندر كلاود اوكي ولا ديريكتور كتسيبوها مام في لا دوكيومونطاسيون ديريكتور اوكي هذا فيه غير الانستالاسيون من راح انستالي لا بارتي اللي راح فيها الانستالاسيون تندار هي هنايا هاد لا بارتي واش فيها يسميوها هاد لا بارتي يسميوها اوفر كلاود اوكي اوفر كلاود تسمى معناتها هذه نستحقوها نحتاجوها غير باش انستالي لونفيرونمون كلاود تاعنا راهو هنا واش يكون فيه لو مينيموم الوغ لو مينيموم اللي يكون عندنا هنايا عندنا ان ماشين وحده دوزيام ماشين والتروازيام في ام هادو فلوكا تاعنا هنا بويسك انا نخدمو كامل في ام محمد تقصد ستاك السؤال تاعك كرييت اوتو اس اس كاي فور نيو يوزر لا لا حاليا صاي ملي راهو جاي كامل اوتوميتد باي انسيبل انت ما تزيد دير والو دروك خدمتك اللي تخدمها وتكونفيغوريها ولا تحتاج تغير فيها تغير عند بويده الباقي خدمه تاع تريديو هذا يرجع لنا هذا سي لو كومبيوت وهذا مثلا كنترولر وهذا نتورك هذا هذا اضعف الايمان كما يقول لك يكونوا عندك ثلاثه اما دي باش ديروا في بالكم باللي احنا كرينا زوج تاع لي ماشين هذه صاي وهادو رايحين نكريهم دي ماشين فيرتوال اخرين تسمى يولي عندنا واحده زوج ثلاثه وهذه الرابعه كامل هاد الانستالاسيون تندار اون سيب اوكي الله يبارك محمد هذه دركا الاندر كلاود راهو في ام يعطيك الصحه الاندر كلاود راهو في ام والاوفر كلاود حنايا هنايا داروا ماركيتو لهنا نعاودوا نوليو لتاعنا باش نشوفوا واش كنا نخدموا بغيت وريتكم لهنايا قلت لكم شوفوا لو كونتوني تاع بول واش راه فيه فيه كومبيوت وكونترول علاش هذا فيه كومبيوت وكونترول بيسك حنا اصلا في شي واحد راه عندنا هذا هو اللي راه ندي هذا اللي راهم شارحين فيه الاركيتكتور اللي راح نستغلوا عليها معناتها قادر واحد يبدل لهنا هذا الباك كويك ستاك كويك ستاك تاع تريبلي وهو غير لي تاست ولا ديفلوبمون صح في البرود ماشي هكذا البرود انستاليو الاندر كلاود وحده ومن بعد من اندر كلاود نكملوا الاوفر كلاود وجديد انهم حاليا راهم يشتغلوا على الكونتينر تما كل شيء كونتينر بازل اذا شفنا دركا نديروا الال لهنايا تشوفوا تشوفوا شاي جي اش او يجيب في هاد ليماج دروك هاد ليماج هي الاوفر كلاود فول محمد هاي ليماج نتاعنا نتاع لا ماشين اللي مازال اصلا ما تكريات راه عادي يجيب فيها احنا مازال ما دخلنا لهاش هادي لا ماشين راه يكري فيها دروك راه يجيب فيها فيها راهو جايب منها 2 جيجا بصح انايا في نفس الوقت راح نوريكم واش كاين لهنايا باش تفهموا هاد الصوالح اللي راهم هنايا
اوفر كلاود فول في ام لينكس هي غير بور لو ديماراج اوكي في ام لينكس انيتر ام دي هذا لو كرنل وهذا انيتر دي وهذه ليماج اللي فيها لا ماشين وهذه اللي فيها الفول سيستم هذه ايرونيك ايرونيك هو البار ميتال بروفيزيونينغ وش معناتها معناتها عندي ماشين فيزيك فيزيكال ماشين جديده نجيبوها نحطوها يعرفها ايرونيك يدخلها اوتوماتيكمون انت ما دير والو احنا راح نستعملوها لكن نستعملوها مع الفيرتوال ماشين اوكي نستعملوها مع الفيرتوال ماشين الفوليوم بول علاش راه يحط هو راه يحطهم لهنايا ونشوفوا نتاع البول دركا هادي دركا كي نشوفوا اس انفيرمنت ستاك واش عندنا عندنا كنترول زيرو وعندنا كومبيوت زيرو تما لي نود نتاعنا وكان حبينا ندير بليس نجي قبل لا نبدي نجي لهذه نعاود موديفي فيها وفيها لي زانفورماسيون تاع في شحال فيها من جيجا ديسك شحال في اركيتكتور شحال من سي بي هاد لي زانفورماسيون كارام لهنا سي بول سات ريزون كي علاش كي نمشيو حنا دروكا البول نلقاو فيه غير دو ماشين راهي بريباري فيهم والاندر كلاود مازال راه يجيب فيها اندر كلاود مازال راه يجيب فيها راك تشوفوا شحال مازال اندر كلاود فيها قريب 9 جيجا اندر كلاود فيها 9 جيجا حتى ال 21 صافي بو على لا فيرسيون احنا هنا محمد ما عندناش بروبليم تاع فيزيك باسكو حنا حنا نديرو في انفيرومون دو تيست بزاف مانيش عارف محمد حضرت معانا في اوبن ستاك من قبل ولا لا لا لكن درنا بالباك ستاك وكانت الناس يعرفوا باللي اوبن ستاك ب 6 جيجا ب 6 جيجا دو رام 6 جيجا دو رام راك جوج جي 16 جيجا في الرام راك في المينيموم ما غادي تنغبن بزاف في لي ديمونستراسيون تاعك كي شفنا هذه شفت انا بلي كاين لا بوسيبيليتي في جوجل درت لكم هاد لا سيونس باش درك واحد فيكم قادر ما يديش تريبليو هنا قادر في هذه يروح ينستالي باك ستاك في هذا تما باك ستاك ماشي 6 جيجا هنا باك ستاك يخدم ليبر تخدم تولي تميتريزي تخلط واش ما تحب في اوبن ستاك لكن في البرودكشن جينيرالمون ماشي اول ان وان كل حاجه وحدها الكمبيوت وحده الاوفر كلاود وحده بليتو الاندر كلاود وحده الكمبيوت وحده ولا نتورك وحده والكنترولر وحده دونك هذه الديفيرونس بيناتهم هادو زوج وهنا راكم تشوفوا دركا راح دخل لا ماشين وراه يخدم فيها اي غير نشوفوا هنايا سيت اب اندر كلاود انجكت اديسيونال ايماج وهنايا راه يزيد دي زانفورماسيون منا باغ اكزومبل اندر كلاود كوب وهي ويزيد يخدم فيها هادي كي نولوا لهنايا دركا نعاود نرجعوا لهنايا تشوفوا بلي هاي ديجا شحال رجعت راهي في 9 جيجا اوكي راهي في 9 جيجا الاوفر كلاود ها هو وينات اوكي الاوفر كلاود ها هو وينات اللي بيه من بعد نكريو الكمبيوت والكنترولر الكمبيوت والكنترولر محمد تريبليو ماشي اول ان وان باك ستاك هو الوحيد اللي دير به اول ان وان راني نحكي سانتوس اوكي راني نحكي سانتوس لاخاطش كاين تاني ديف ستاك على ما اظن في الاوبنتو يدير اول ان وان ديف ستاك على ما اظن ما تدوهاش مني رسمي هادي افيريفي
هاد الانستالاسيون راح تطول شويه. انا او ميم طون كنت لونسيت نوتر انستالاسيون جيسبر تكون كملت. راك تقرا واش راهو اونسيبل. هادي سي لا بارتي ديبلوامون. درك راهو يبريباري في لا ماشين اونسيبل اكور واحد لي ريتو لا اندر كلاود. وهنا من بعد راه هو انجكتي لي كلي محمد اللي حكيت لي عليه قبيلات. هو واش راه يدير هادي اندر كلاود. درك راهو غير في الانستالاسيون تاع لا ماشين اندر كلاود راه عادي يوجد لونفيرونمون دو ديبلوامو. مازال ما بداش يديبلواي اوبن ستاك. هذا غير لونفيرونمون دانستالاسيون. مازال كاع ما حكيناش على اوبن ستاك. اوبن ستاك مازال ماهوش اوبيراسيونال. اوكي اوبن ستاك مازال ماهوش يخدم. الوغ اذا تشوفوا لهنايا واحد يقدر يشوف غير لهنا في البول ولا يشوف هادو لهنايا باش يشوف اكزاكتومون وين راهم لي فيشي اللي راهم يتوشي فيهم في هاد اللحظه. وين راهم لي توشي لي فيشي اللي راه يتوشي فيهم في هاد اللحظه بلا ار تي تخدموا بها الاش غير باش يعطيكم جيجا او كيلو ميجا. وهنايا سي بور تري يتريكم لافيشاج على حساب موديفيكاسيون. الوغ نتازو حنا هاد الفرصة إذا عندكم أسئلة فيما يخص هاد لونفيرونمون من البداية من كلاود حتى دركا. واش خاصك في محمد في باس دبليو في دي؟ بار ديفول باتش. بار ديفول باتش انا يفون با حاجه كبيره يديو بار ديفو الباتش. Alors, on verra mon final obstacle qui résulte. وي تقدر دير واش بكم سيرا عندك ان انفيرونمون برودكسيون. واحد من بعد لي شاطر واحد من بعد لي شاطر ما يديش مثلا 16 جيجا في ماشين. يدي ثلاثه تاع لي ماشين ولا اربعه تاع لي ماشين كل وحده يدير فيها دي 8 جيجا وي بروسيسور 8 تاع لي بروسيسور و 20 جيجا مثلا وي انستالي 3 ماشين تما يدير كاع انفيرومون دو برودكسيون 300 دولار. هذيك ولا تقدروا ديروا بها داتا سنتر قد العجب خاطش نتوما غادي تفاكتيرو على حساب ليوتيليزاسيون تاعكم. معناتها قادر تدي 16 جيجا تخدم به كيما انا واحد خدمت به 24 ساعه اون زاري فاكتيروه لي 15 دولار. بهاد لا كونفي 15 دولار من بعد سوبريمي تاع صايي فايزوم اللي بقى لي دروك راني نستحقها يوم خد اخر. هذا غير مثال.
دركا واحد اللي يكون يعرف الأونسيبل يقدر يدخل لي في شيء أو معطينكم لي زاكسي اللي في شيء يشوف إكزاكتومو وين راهو وش من فاز راه فيها وش راه يدير إكزاكتومو في هذيك لافاز. لو هادو سي هذا كيما هنايا سي دي هادو سي دي كوموند اوبن ستاك راه دايرهم اون يوتيليزون يوتيليزاتور ستاك. لا لا نادر ما ماشي شرط بالنهار. هما البيلينغ تاعهم تقدر تشري تاع ساعه زوج سوايع باغ اكزومبل قادر هاد لونفيرونمون عندك 2 دولار في لاكارت تاعك تروح تدخل تكري ماشين قدر عجبك اكثر من هذه اللي خاصك باي تشري فيها عرام تاع الريسورس تكريها ساعتين تجيك 2 دولار ولا 3 دولار 60 يورو ساعتين وانت تلعب في داتا سنتر قد العجب. هذا هو الافونتاج تاعها. لا ما يفاكتيريولكش بالموا الموا من بعد تولي حكايه اخرى ما يفاكتيريوش بالموا الموا يقول دير راك حاب تعرف واش راهو يصرى في البيلينغ نتاعك اكزاكتومون من الاحسن تجي لهنايا في جوجل كلاود وتروح للبيني كيما حنايا راحنا في ساعه ونص ولا ساعتين وحنا يوتيليزي ونستعملوا فيها حتى دروك ما داونا حتى دورو. محمد نورمالمو راهو عنده ديجا الاكسبيريونس عم داري يخدم بلي ماشين في جوجل كلاود. ما هادي سي كاسيون ديكسبيريونس واحد ماهوش حاجه كومبليكي هنايا سي لو رابور نتاع واش يوتيليزي تما واحد اللي خصها ان ماشين يحتاجها نهار ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع ب 100000 150000 ونورمال كارتا بايسيرا وانت درت ماشينه قد العجب تما غير باش تشوفوا بلي واحد اللي حاب يتعلم اللي حاب يتعلم ما يقعدش شد هذيك العقليه نتاع لا ما عنديش لي موايا نتاع 150 200000 تقدر تجيبها قال ما تقوليش 200000 تقدر تجيبها سهله ماهيش حاجه اللي واحد قادر راسي اللي قاعد ما نجيبهاش في يومين ثلاثه نجيبها في سيمانتين بصح 200000 تقدر تجيبها 200000 تقدر دير بها هنايا العجب تموتي بها. كاين ما انستيماتور تاع استنوا نشوف لكم اليوم انترنت راهي كارثه جوجل كلاود إس أو برايس كالكولات ونعطوندو نخليه هو يكمل الانستالاسيون تاعو وحنا نشوفو pour cette raison-là, quand même, beaucoup de gens qui sont déconnectés,